في الهوى بيلعب بكياس مثل الهوى بيلعب بكياس دايرين نحن وهالناس بحلقة ملها أساس دايرين من قرني لقرني عصوت الرصاص لك حتى إنجليزي طلعتي ما بتعرفي لك زينة. من وين بدي أعرف لغة أنت التانية؟ شو كنت عايشة بالمريخ أنا؟ قلتك من وين بدنا نتعلم إنجليزي؟ من المدارس النموذجية تبع 60 طالب بالشعبة ولا من المناهج التربوية تبع أقواله ومأسورات حزبه؟ لك هو شو دخله لك سلمى؟ هذا من الموظفين الزبالة وزارة التربية والمستشارين والموجهين وجماعة المناهج. وهدول مين كان يعينهم زينة؟ شاردوغو؟ لك شو بيعرفني؟ بعدين لا تغيري الموضوع، مو على أساس ما بتتفصحني إلا بالفرنسي والإنجليزي. لك سلمى بونجور بونسوار مسيو تانكيو بارتي، هاي لغة هاي؟ لك أنا تعلمت نصهم وأنا مفكرتهم عربية فصحى مقعرة الله وكيلك، بس بيحكوها الأكابر. وصرتي أكابر؟ كل عمري أكابر أنا سلمى. ما اختلفنا، كنتي أكابر بمحيطك صح، بس محيطك كان شرشوح. شو تعملي؟ شو بكي زينة؟ عم تبكي؟ بحياته ما حدا قدر يشرح القصة بهالبساطة والصدق سلمى. مزبوط مزبوط. تبري قلبي يا زينة، والله كل عمرك مميزة. مرسي كلك زو ومأنفة وشايفة حالك. مرسي لزوك ماي بيست فريند. مع انك كنتي تافهة وسطحية. معك معك حق لك سلمى، معك حق. انا ابي كان دوبه يشبعنا الاكل، اني اقرا كتاب ولا اروح مشوار ولا احضر مسرحيه كان حلم صعب المنال. برافو عليكي، زبطتي حالك بجوازه منيح وصرتي اكابر وبعدها خلعتي وتجوزتي نص البلد. بيني وبينك انا كمان شرشوحه سلمى، انا كمان. حبيبتي انت زينه الاكابر. شكرا. وكنتي تعرفي كيف تلفتي نظر الشباب مع انه ما كنتي محسوبه على الحلوين. ما فشرت عينك سرنوي؟ لك ايه لو تشوفي القصائد اللي كانوا يكتبوا لي اياها طلاب ثانويه الصبيان. اسفه حبيبتي ما قصدي. والاساتذه؟ لك حتى ختيار الجن مدير المدرسه كتب لي قصيدتين. يخرب بيتك، المدير ابوها لرفيقتنا سعاد؟ ايه ابوها لسعاد، واذا كان يبليكي بقتلك. زينه زينه خليكي بعيده عن سليم. انو سليم سلمى؟ انو سليم؟ بيناتنا إذا بتبسطي فيه بسوق الحرامية ما بينبع معك. يبعت لك قتلك أنت. بس صاحبتي كل هدول وما عرفتي تصاحبي أستاذ الإنجليزي. هداك الشرشو ولي عليه، شو كان شايف حاله ومناخيره للسما. بس ليش شبه أستاذ الإنجليزي؟ كنت تعلمتي كم كلمة وكنا هلأ سوا مع سليم، مو مستفردين فيه وزادتيننا بهالخيمة. ليش أستاذ الإنجليزي كان بيعرف يحكي إنجليزي؟ ولي عليك شو غشيمة. بعدين منيح الخيمة من شو بتشكي؟ هي كم ساعة وعلى اللجوء السياسي دغري. بس أنا خايفة على سليم يا زينة. لك شو بدهم ياكلوا أنت التانية؟ لا تخافي، ولو إنه يعني متمنية بيني وبينك يجبروا على الجهاد لأشمت فيه. إيه هاد جوزي زينة، شو نسيتي؟ الواه الواه قولت ستي، لا بق للشوحة مرجوحة. لك والله سليم ما في منه، بس حظاته قلال. ما كل السوريين هيك مناح، بس حظاتهم قلال. تقولي دول الجوار أخذوا الحظ كله وما تركوا لكم شي؟ والله هو بيدير باله علي كتير، وبعرف إنه بيتمنى يعمل مستحيل يسعدني، بس مو طالع بإيده. كل الوقت راكد ورا لقمة الأكل وجرة الغاز وقص البيت. لك إيه لو كان شو ما كان بنعم على قلبه. حاجة تلاقي له مبررات سلمى حاج، بتلاقيهم رفقاته بنفس الشغل وراتبهم قد راتبه وعندهم بيوت وسيارات. مو الكل بيعرف يسرق زينة. لا 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 لا، الكل بيعرفوا سوسو، بس في ناس مو طالع بإيدهم، وهدول بالذات اللي لمع نجمهم هالأيام. شو أنتي بقلوب العالم؟ لك سلمى نحن كنا عايشين ببلد فساد، والفساد كان طامرنا طمر، والمثل بيقول إذا فتت ببلد العوران حط إيدك على عينك. يعني الفساد شطارة؟ طبعاً،
ولما بيكونوا كل الناس هيك وانتي عكس الناس اكيد ما بتكوني انتي الشاطرة. ولا تواخذيني، مو قصدي على سليم، عم بحكي بشكل عام. والله سليم بيسوى تقله، وقلبه أبيض مثل الولد الصغير. الله يخليكم لبعض، بس أنا لو منك أول ما بوصل على السويد بطلقه. أنا ما ببدل سليم بكنوز العالم. هبلة لأنك. ولو كنتي محلي ليش بدك تطلقيه؟ آه بدك تطلقيه مشان تتجوزي غيره. لك شو أنت عندك الجواز هيك مثل جمع الطوابع؟ لا 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 خلص، كفاها الله جواز، خلص بطلقه وبعمل عملية تغيير جنس وبصير زلمة. أوف، ليش بقى؟ مشان طبقها لهالسنجوحة اللي خطفت لي حبيبي وتركني مشانا وبصاحبها وبحرق له قلبه. ولي عليك يا زينة، والله بتقطعي القلب. ضايعة أنا، ضايعة ومكسورة يا سوسو. اللي باعك بيعي زينة. لك أنا خلص ما عاد بدي إياه، خلص طلع من قلبي، بس مجروحة سلمى مجروحة. خلص زينة خلص، انسي وكملي حياتك، العين تسفقه. بدي فش غلي سلمى، كرامتي اللي راحت بالأرض. لك شو كرامتك أنت التانية؟ بيكونوا متجوزين وعندهم عر ولاد وبيتطلقوا، خلاص الزلمة راح بحال سبيله، شو بدك فيه؟ والوعود والكلام الحلو، وبده يضويل الدنيا شموع. لك تصوري، تصوري ما شعلي ولا جمعة واحدة حتى لما كان طلقت على الكهرباء. يا حرام، عيني عليك يا زينة، كنتي مقضيتي على العتمة؟ لا، كان عنده ضو كاز. خلاص حبيبتي خلاص، إذا مو مشانك مشان اللي بطنك يا عمري. شوفي بطني سلمى؟ الألم عند الله زينة، مو عملتي إيكو؟ ولي إيكو شو؟ شبني أنا؟ ليش مانك حامل؟ لك يقطع عمرك، شلون حامل؟ لا تواخذيني زينة، بس اللي يعني بيشوف بطنك بيقول أكيد خلصت الشهر الرابع. بعدين هاي من علامات الجمال لك هبلة، أفغوديت يعني أفروديت، هيك كان شكلها. عم بقلك شوفي النص المليان، أنتي مو حامل. تخيلي لو تركك وانتي بالتاسع مثلا، شو كنتي بدك تعملي بحالك؟ اه يخرب بيتك، قنعتيني والله فعلا. يعني هلا اعتبري حالك جاجي، كنتي لا بتدوري على لجوء ولا بتقضيها من حدود لحدود. ايه يا ريتني جاجي بياضه، كنتي بتلاقيني من اوتيل لاوتيل ومن مؤتمر لمؤتمر. يا ريت بتنحل القصص بانه نعتبر ونفترض. لو تركني هيك ولا تركني وعندي عر ولاد، هي هي اسمه تركني، وصلني لنص البير وقطعت الحبل فينا. عيلي ويلي ويلي، ولو عيونك حكينا ولو عيونك ما جينا، هو اللي دخل نيالك. لك سلمى لك نفس تغني. غني عليها تنجلي، لك وانسي هالقصة وتابعي حياتك، لك والله مو مستاهلة. لك وين بدي تابع حياتي؟ مو شايفة هالعلقة اللي علقانينا؟ السلام عليكم. شو صار سليم؟ شو هاد سليم؟ كرتونة فيها مي وعلب حليب، بس عسكري اليو ان عطاني اياها بيني وبينه وقال لي اذا صار ما صار منقول انه سرقناها. شو سرقناها؟ فمنيح. ليش؟ لك هيك قال ممنوع يساعدونا باي شيء ليجي الضابط المسؤول. سليم لاحظت انك رديت عليها لام قوي وما رديت علي. أم وائل اللي تاكلك. اخرسي وليه؟ خطافة رجال. وينهن الرجال يا حسرة؟ اسكتي وليه؟ اسكتي وليه أم وائل وتركينا بهمنا بقى. زينة أنا آسفة، مو قصدي عليكي، أنت مالك علاقة، بس يعني بيصير يرد عليكي وما يرد علي. سلمى الحق عليكي، بيقول المثل ابنك على ما ربيتي وجوزك على ما عودتي. أنت على شو معودتي أنا ما دخلني. عجبك هيك سليم أفندي؟ وهي سمعتنا كلمة. الله يسامحني، لقوا من مين؟ من أم قواء. خلصنا سليم، عيب. أم قواء يا سبع البرمبا، الله يرحم أيام اليونان. عجبك؟ وهي ردت لك ياها، هي ما بينعلق معها سليم، لسانها بسبع شطلات. لك خلصونا بقى،
العمالة هالقصة؟ ما بدكن تعرفوا شو قالوا لي؟ شو؟ رح يعطونا لجوء؟ قال هن مالن علاقة بإعادة التوطين. يعني بدنا نقعد هون بالمخيم؟ ممنوع نقعد بالمخيم لأنه مو مسجلين بالمفوضية. نرجع على الصومال؟ ممنوع، بخافوا علينا من القراصنة. معناتها بنفوت على رواندا لعند التوتسي. ممنوع، بيعتبرونا هدف مشروع للتحالف وممكن يقصفونا. طيب بنروح لعند الهوتو. ممنوع، بلكي كنا خلايا نائمة للتوتسي. طيب يقوصونا ويريحونا. ممنوع، هذا بيصير اسمه تدخل عسكري مباشر وبيتعارض مع شرعية الأمم المتحدة. لك ايش نعمل لكان؟ هلا هو ما قال لي، بس انا يعني بذكائي استنتجت. شو؟ منروح لعند جماعة ابو سجار. لي عليك وعلى افكارك البايخة. لك انت شو مستقلة بابو سجار؟ صار عنده شهرة اكتر من ميسي، ضل حدا بالعالم ما سمع فيه وحكى فيه. لك حتى في ناس مفكرينه انه بموريتانيا لأن لسه ما سمعوا ببلادنا. لك ايش شو فكرك الوصلة لعنده هينة يعني؟ طبعا هينة. لك بتتذكري الصحفي العالمي اللي قتلوه وصوروا عملية قتله؟ ايه شبه. ها شبه اللي قتله من بريطانيا واللي صوروه ثلاثة محترفين من البرتغال. فكرك شلون وصلوا لعنده هدول؟ بالتخاطر يعني؟ لك انت بس قولي بدي روح لعند الجماعة بتلاقي ميت طريقة لتوصلي. قولي بدي اطلع لجوء، بتتسكر كل الطرقات بوشك. والله عم تحكي مزبوط لك سليم، مع انك ايديولوجيا مرتبط ومشبوه. مسيو سليم، طول سليم طول. الله يحرسه ويحميه. شو رح يعمل عملية انتحارية هو؟ ليكو قاعد مع ضابط اليو ان بعيد عنا 10 متر. بس طول ايه علينا، بيكون عم يشرح له عن وضعنا. ما بتعرفي لك سلمى، يمكن الجماعة يحن قلبهم علينا ويبعتونا بطيارة خاصة على هولندا. يا ريت لك زينة، هولندا بلد الورود وانا كتير بحب الورد. انا ما بدي، وغير على السويد ما بقبل. انا لو منك بروح على أي مكان بعد السويد، ينقبر هو وسنكوحته. لك أنت عيشي حياتك، شو بدك فيه؟ صارت صعبة لك سلمى، يعني أنا هلأ بال35 ومزاجي صار صعب، ما بقدر أحب أي حدا. شو؟ أي سلمى، هلأ أنا بسن النضوج، المحاكمة العقلية بتحكم بتصرفاتي أكتر من العاطفة. وليزينة أنت أكبر مني وأنا دعست بال40 من زمان، فشلون انتي 35؟ ايه لا سلمى، من وين لوين انتي اصغر مني؟ هلا انتي لما خطبك استاذ الرياضة بأنو صف كنتي؟ ييه ذكرتيني بالذي مضى، يسلم لي عينه شو كان رومانسي وحساس. بس ابن امه يا اختي، ابن امه. ايامك كنتي بالاعدادي. لك شلون بالاعدادي؟ كنت سنة اولى جامعة، انتي كنتي فصعونة بالصف الثامن. شفتي شلون؟ وضرورة بعديها كتير انتي؟ طيب يوم تجوزت اول مرة بأي صف كنتي انتي؟ كنت سنة اولى جامعة. وانا؟ كنتي بعدك سنة اولى. شفتي شلون؟ من عمر بعض نحنا. وليه؟ على الحسبة بطلع انا قد ستك لانك لهلا بالسنة الاولى. لا اولو، ترفعت على الثانية وفصلوني لاسباب سياسية. بشرفك. ايه والله، قال سياسة الجامعة ممنوع تضلي طالبة اكتر من 15 سنة، فصلوني. قال سياسة الجامعة، قال حكم شمولي استبدادي علماني. لا تنسي تذكريها هاي بملف اللجوء، بتدعمك كتير. لكن أنا شلون طالب اللجوء سياسي؟ مشان هيك. يا عيني عليك يا زينة، بكرة بتاخدي اللجوء
وبتبعتي لنا لمشمل؟ كيف بدي ابعت لكم لمشمل؟ فهميني، لازم تكونوا قريبيني من الدرجة الأولى. ايه قولي لهم انه نحن يعني قريبينك من الدرجة الأولى. شلون بدي اقول لهم؟ ما بتزبط. إذا بدك جوزيني سليم بتزبط. ما فشرت عينك أصلاً، أنا شايفتك حايمة عليه، بعيدة عن رقبتك زينة. لك مو جواز عن جد لك هبلة، جواز سوري. يبعت لك جواز قبرصي إن شاء الله. لك مجنونة، يعني جواز هيك وهيك يعني مو جد؟ بيقولوا له زواج أبيض على دود يعني. ولا على دود ولا على نابلسية، جوزي ما تحلمي فيه. طيب معناها بقلن إنك أمي. وضريب، روحي للعي، ما عاد بدي سافر أنا. لك مهبولة، ما أجري على أجرك وأجرينا بالفلقة سوا، شلون بدي فوت قبلك وبعت لك لمشمل؟ بس عم نحكي ونسلي حالنا لبين ما يجي بعلك المصون. كنتم مع المسلسل الإذاعي عيلة على حدود الموسم الثاني، تأليف وسيناريو وحوار صبحي حليمة، بطولة ميس كاف، نوار بلبل، زينة حلا، ضيوف الشرف حسني سلامة، إيهاب يوسف، عمر حمارني، محمد الملا، رانيا، حازم العريضي، منتج فني رانيا حمور، أغنية الشارة ألحان خالد أطرميز، كلمات فارس الذهبي، غناء روان، إخراج أبو داني، الإشراف الفني فارس الذهبي، إنتاج راديو أورينت 2015، جميع الحقوق محفوظة.